صدق فايت تلقى بدور تردك حق ويتي؟ إيه؟ أنا جاي أطلب إيدي بنتك بدور حق ولدي فهد. بدور مخطوبة، وأعتقد فهد وبدور ما لهم نصيب مع بعض. باري يا يمه ريال متزوج، إذا حاطة في بالك أنتي طلق يمه ضاري طلق مرته. أنت إيش درج؟ إيش عرفش أنت بالظنة؟ خلي يصير عندك ياهل بالأول بعدين تعالي علميني الأم شو تسوي لي راح ظنها. اسمعني، هذه آخر فرصة لك، يا أنا يا إيه يا إحنا الثنتين يصير على ذمتك. أنت تزوجين غيري؟ ليش؟ ما تردين؟ إيش بينكم وبين هذا؟ أنتم متمشكلين معاه بينكم وبينه شيء؟ تعرفين أم خالد؟ إي هو، شلون ما أعرفها؟ يقول لك باعوا بيتهم وشروا لهم بيت جديد. ما شاء الله مساحة بيتهم 2000 متر. لا إله إلا الله، عسى الله يهنيهم إن شاء الله. والله. هلا. هلا يمه. هلا خالتي. هلا بالبنيات، هلا وغلا، يا هلا. هلا خالتي مسالم. يا هلا فيكم. هلا بكم، حضرتم بكر من الشاليه. هجورهم هدقت عليها وتبيها بموضوع، اضطرينا نحضر معاها. يلا يا جماعة على إذنكم بسعد غرفتي. الله. على إذنكم. حبيبتي. خلينا نكمل سالفتنا. اي عقب ها صار. المهم يقول لك الحين مؤثثة كل شيء جديد وما ادري شنو، فتسوي حفل استقبال. اي وصار بعدين؟ بس هذه السالفة، احتفسنا وردينا. حسبي الله عليه من ولد. والبنات وينهم؟ قلت لك قطيتهم بيت خالتي. وانتي عسى ما سوى لك شيء؟ لا اشوى يا بدر وداس ببطنه. بدر منو؟ بدر يارهم شاليها يم شاليه بيت خالتي. وهذا ايش درى انه فهد داش عليكم؟ يمه يعني ثلاث بنات قاعد يصرخون من قمه روسهم، وهو مع ربعه قاعدين على البحر، ما تبين اي يساعدنا؟ ايه زين اشوى، المفروض بناتهم بروحكم ما تروحون الشاليه. انا ما ادري ايش اللي خلاني اخليك تروحين الشاليه بروحك، المره الجايه ريلي على ريلك. توبه ما تنعاد. المهم بغيت اقول لك. قولي. شلون على ملكة محمد بتروحين؟ ايش رايك يا يمه؟ اكيد بروح يعني، ولد اختي شلون ما اروح ملكته؟ عبالك انا مثلك معقده وصاكه على عمري. واللي يقول لك انه راح يجي معاكم؟ ويا يمه حياك الله، بالعكس تعالي استانسي، اصلا تدري ايش راح تسوين؟ راح تفرحين خالتك وتفرحين ولد خالتك بعد، بس ها عشان لا يقولون بعد ليش ما جت؟ وليش ما حطت؟ وليش ما شالت؟ هالسالفه هذه بالمره عشان نقطعها، اي. حاضر ان شاء الله. عيل كذي متى اروح اشتري نفنوف؟ اليوم يا حبيبتي روحي خلصي شغلك كله. وسالفه فهيد هذه لازم بنات خالتك يروحون يعلمون امهم، لازم ترى. اي سالفه مو هينه. ان شاء الله حاضر. والله ما ادري ايش اقول لك خالتي. ايه واحده من الثنتين، موافقه ولا لا؟ الولد شاريت يمه. وأنا قلت حق أمك لازم أجس نبضك وأسألك بنفسي وأتأكد. والله خالتي سالم ما ينعب والنعم فيه. يعني أقول موافقة نتكل على الله. موافقة خالتي، أنت تتفقي مع أمي على كل شيء، بس بطلب منك طلب، خليها منك أخوي محمد تالي أنا. ويه من عيني هذه قبل هذه. يزين ما خطبت، يزين شنتي. تعالي أم محمد، تعالي تعالي. ها بشري وافقت. مبارك. يا بعد عمري، يا بعد عمري بنيتي، ألف 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 مبروك. بعد راسي حبيبتي أنت، الله يتمم لهم على خير يا رب. إي والله آمين. فهد يما، فهد يما، يما بنتي بالغدا ما بتغدى بروحي. فهد يما، ايش في هذا ما يرد؟ يا حسرتي هذا وين راح؟ يلا يا يبوي متنا مليوع. ان شاء الله حبيبي، حاضر ان شاء الله.
حبيبي. هلا يبا. إذا هالسالفة صايرة معناها الموضوع وايد شايد. والله يا يبا الموضوع شكله صج، ولا بيبي ايش حقه تشذب؟ ما أدري بس مصدومة، يعني فهد مو عوايده كلش. فهد مسكين يحب البنت وكان متعشم يتزوجها. أنا اللي ما حسبت اللي بيصير. بس مو يتوصل إنه يروح لهم الشالة ويدش عليهم، بالله مشتكين عليه، شنو كان راح يصير؟ كان راح يضيع مستقبله. والله يبا ما أدري، ما أدري. ألو، هلا يما. لحظة. إيش فيك؟ فاهمين يما؟ إيش فيك؟ فايد، إيش في فايد؟ طلع، ما شلون طلع؟ ما شفتوه؟ خدامة ما شافته. لا إله إلا الله. هذا الصبح هي متى مدى ينام؟ متى مدى يطلع؟ يما حبيبتي حبيبتي، اهدي اهدي اهدي. إن شاء الله حاضر. خلينا أشوف الموضوع وأنا أدق عليك. لا تحاتي أنت. يلا ماشي حبيبتي، ماشي. يلا فهمت. الله الله الله، غدا الشهر غدا الشهر غدا الشهر. إذا اليوم ما أكلتي يوم أزعل عليك. كاتي سوي القهوة. بدر حبيبي. بيبي بدر عاد. صباح الخير. صباح النور. يلا صح صح يلا بدر قوم لي متى؟ يلا عاد حبيبي يلا بدر. ندويا ماما تعالي. يلا جاهزه؟ حطيتي كل كتبك؟ إيه؟ اقلامك؟ إيه؟ وندفترك الرسم؟ نسيته. يلا روحي بي بسرعه. ان شاء الله ماما. لازم تنسين. صباح الورد عمري. صباحو حبيبتي انت. تودين الدويا المدرسة على طريقي ولا تودينها انتي؟ انت رايح الجيم، وديها انت حبيبي احسن. اوديها والله، بس الحين اشرب روتيني. يلا عاد لا تطول عشان تريق. ان شاء الله حاضر. بسك من هالشربة. حاضر تعال تعال هاك جرب. ان شاء الله ان شاء الله. ما حد متني غيرك. زيتونة تمتن؟ قبل يومين خليتني اخربط بالاكل بعد شنو؟ بدو اتاخر الله يخليك. يلا عشان قاعد تاكل. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله كامل. عندك شيء؟ طيب عمري. ايش جاهز؟ شنو هذا؟ افتح وشوف. شو اشوف؟ الله 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 الله، شو الحركات هذه؟ عجبك؟ الله عجيب، شلون ما يعجبني؟ شيء منك انت ما يعجبني؟ يلا زي عشان اتوقع مشاريعك الجديده. الله لا يحرمني منك، مشكوره وايد. ولا منك. قول لي صار على مشروعك، سلمت المخطط؟ ان شاء الله، بس ناطر هذه الشركه بس. واقفين على الشركه مالت ورق الجدران والباركيه، هذه بس اللي واقفين عليها. يلا ما علي ان شاء الله خير. عاد انا هالمره متفائلت لك. ما ادري احس بتكون مشهور وبعد هالمشروع تفتح لك وايد بيبان، راح تصير مشهور.
كلي يا رب منك هذا حاتي ترى صدق هذا حاتي. ليش تحاتي لا تحاتي ايش فيك؟ انا متفائله. ادعي لي منى ادعي لي واللي يعافيك قاعد حاتي وايد. ادعي لك بدون ما تقول لي اكل. يلا ماما اكلي. بالعافيه حبيبتي انت بعد عمري. بس هي حبيبتك؟ وانتي بعد حبيبتي. انتي حبيبتي وعمري وكل شيء بحياتي اصلا. الله يسعدك كثر ما تسعديني والله. حبيبي ايش دعوه؟ يلا بسرعة ندوية غسلي يدينك وجهك وغيري هدومك إن شاء الله ماما عشان تغدى على مي بابا. أوكي. ألو 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 شوف ترى هذا جاينا من طرف ماجد اللي سوينا ديوانيته ماشي؟ عساك على القوة. شوف السلم اللي هي عندك لحظة خلنا اشرح لك ما بي سلم عادي هذا يكون سلم حلزوني يفتر حلو يودي للطابق الثاني عندنا هني البدروم هني طبعا 15/6 موجود عندك نبي ندير بالنا على شغلنا كثر ما نقدر لان هذا جاينا من طرف ماجد ندوية؟ ندوي؟ نعم ماما ردي على التليفون ماما حبيبتي شوفي منو؟ إن شاء الله ألو؟ ألو من أنتي؟ أنا ندوية هلا حبيبتي ندوية أبوك هني؟ بابا؟ لا بابا ما رجع بالمكتب يعني؟ أنتي منو؟ أنا صديقة ماما حبيبتي إنزين قولي لي ندوية بابا يحب ماما يجيب لها هدايا قول لها كلام حلو قولي لي ما أعرف ما أدري إنزين عطيني ماما إن شاء الله ماما في واحدة تبيك التلفون ما أدري خلاص روحي الله ألو منى؟ إي نعم منى منو معي؟ أنا وحدة ما تعرفينها بس أنا أعرفك عدل وأعرف ريلك ريلك الصراحة مو هين وعلي سوالف وإذا مو مصدقتني سيلي عن طلعة البحر اللي طلعها يوم الجمعة لما ما راح معاك زوالة أهلك سيلي وتأكدي بنفسك أنتي منو؟ قلت لك أعرفك وما تعرفيني يلا سلمي لي على بدر باي
الدوية وينها؟ أكلتها خليتها تقيل شوي عشان ما تستعسر بعدين. أكل ليش ما تاكلين؟ مالي نفس. اليوم مدرساتي أبي ريوق كثرت شوي. نظرتكم شلون طلعت من المستشفى؟ منو؟ نظرتكم. أي زينة طيبة. بدر بدر هلا هلا. المغسلة مات المطبخ تسرب ماي، صلحها لا تدمر البيت. خلا دق على محمود تليفوني، انا نسيت. انا جبت تليفونك خليني. كان جاية الحين دقيقة. ايش فيك قاعد تسوين؟ يلا لحظة، لقيته. زين دق عليه تكفى. محمود 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 كلمتي؟ لا. شناطرة يعني؟ ما ادري والله، بس ما ابي اتكلم. ترى هالشيء ما ينسكت عنه، طيعيني. باكر بيستهون لك بالموضوع وما يحسب لك ولا حساب، ويقعد يلعب على راحته. لا تضغطين علي، خليني اتصرف براحتي. انا بفهم بان هالمسعده هذه من وين طلعت لكم. تلقينها واحده من هالبنات اللي كلمهم وطاحت علي اخونها مع واحده ثانيه وقالت هدق على مرته وخرب بيته. أنا مقموتة ما قادرة أشوفها، ما أعرف شو أسوي. قلت لك لازم تواجهينه. أبي. ليش؟ تقعدين تجابلين أبوزك شبرين كذي كل يوم يعني؟ ما أدري. ما أعرف. ما يصير ما تعرفين، يا أنك تتفاهمين معاه عشان حياتك تستمر وتكونين من داخلك مرتاحة، يا أنك تنسين الموضوع خلاص ولا كنا شيء صاير عشان تحافظين على بيتك وحياتك. فكرة بالويكند أخذ بنتي وأسافر. وهو معاكم؟ لا طبعا، بدور لي سفرة قريبة حق كم يوم، بعدين هو مشغول عنده شغلة مشروعه الجديد، وأنا بقعد بروحي بفكر، أحتاج وقت شوي عشان أقدر أخذ قرار. لو أقدر كان جيت معاكم غير جو، بس تعرفين الظروف. كل شيء توقعته منه، بس ما توقعت إنه توصل لهالدرجة. شنو يعني ما توقعته يتوصل لك كذي؟ ليش؟ هذه مو أول مرة؟ يعني مو أول مرة. ما أدري إيش أقول لك. أصوركم، طلعوني فيديو. درباج مو تروحين صوب العميق. وي بسم الله. ايش فيك؟ تعورتي؟ سلامات سلامات.
حياك يبا حياك. لا ماني داش، انا جاي اقول كلمتين وامشي. ليش سويت كذي؟ ليش؟ ها؟ ليش خذيتها وضيعتنا وخربت بيتك؟ خذتها وضيعتني انا وبدور. عاجبك الوضع ها؟ عاجبك اللي صاير والضياع اللي احنا فيه؟ كله بسبت انانيتك. اناني اناني ما تفكر الا بنفسك. انت هي احشم نفسك، ايش قاعد تخربط؟ انت اللي احشم نفسك. احنا حاشمين عمرنا كلنا، انت مو حاشم احد. وهذه النتيجه. خنت مرتك، ام عيالك. مع منو؟ مع رفيجتها؟ لا، وتزوجت من وراه. خليت الكل يكره الكل والكل يعادي الكل. الحين راحت مني البنيه. راحت ما تبيني. اهلها ما يبوني. اختها ما تبيني. والسبه منو؟ السبه انت! انت! يعني يا اخوي تعال تعال اقعد. وخر! لا انا اخوك ولا لك شيء عندي. صدقين انا وايد مستانس، يعني اخيرا اخيرا تحقق اللي ببالي وخذيتك. وانا مستانسه اكثر منك، ما تدري انا ايش كثر كنت ناطره هذا اليوم. محمد انا وايد اعزك. شنو تعزيني بس؟ اي شلون اعزك واحبك؟ شنو قلتي؟ لا عيد الجملة. ما قلت شيء. تعيدين الكلمة. لا 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 تعيدين الكلمة اللي قلتيها ولا أزعل. شنو قلتي؟ لا لا تزعل. يلا. أحبك. يا حلو هالكلمة وهي طالعة منك أنت يا أحلى دلال. يبا تعرفين أغنية دلال دللك؟ أنا شنتي. عسى الله لا يحرمني منك ويخليك لي يا رب. ولا يحرمني منك يا رب. دلال بقول لك شيء. ترى أنا أحب المرة اللي تحفظ أسرار بيتها، وأي شيء يصير بيننا لا يطلع عند أحد غريب، مشاكلنا نحلها بيننا، ولا تنسين إحنا إن شاء الله اللي سافرنا وجاب لنا بعض لا أهلك ولا أهلي، راح نحل مشاكلنا بيننا، هذا إذا صارت بيننا مشاكل. أنا بعد ما أحب أحد يتدخل بيننا، ولا أحب المشاكل ولا عوار الرأس، إن شاء الله على طول حياتنا تكون ما فيها مشاكل. كفو هذا العشم فيك. شوف إذا محتاجة شيء تبين شيء قبل نسافر قولي رتبت هالأمورك وإذا ناقصت شيء قولي لي. ما ناقصني شيء بسلامتك. الله يسلمك يا رب. زين أنا ما صدقت على المعازيم يمشون لأنه وايد يعان. أنت مو يعانة؟ شوي. بروح بيت امي. ايش تروحي بيت امك؟ شوف انا نفسيتي وايد تعبانه وما اشتهي اشوفك حتى. ليش؟ لا تقرب مني، ما ابي استمرض. الدكتور محرص اي واحد فينا يمرض يمنع الزياره على ندى، وانا ما ابي انحرم من بنتي عشانك. وانا انحرم منك ومنها؟ اسمع عاد اسمع. دقيت علي بالغلط وسمعت كل سوالفك مع هذيك. الو انت تدرين ان علاقتنا ايش فيها؟ بتقول ان ما منها امل صح؟ لا تخليني اشغل الديباجه والومك واقول لك ليش خليتني احبك؟ ليش علقتني فيك؟ بس انا ما راح اقط الغلط كله عليك لان اثنين غلطانين. انت حبيتني بس انا حبيتك اكثر. غلط؟ حبنا غلط؟ وليش انت تشوفها صح؟ بلشي ترى اللي فيني مكفيني. لا ببلش اقول الكلام اللي انا وانت نتنحش منه.
حبنا اللي شبت ناره وكبرت، حرق ناس، لسع ناس، خنقنا ناس. بس بقصة نظر مرتك درت، أهلها دروا، أختي درت، بنت خالتي درت، وأخرتها أخوي محمد درت، إيش باقي؟ بدر، المشكلة هذه حلها بيدك أنت. بيبي، بيبي اللي فيني يمكن فيني، رحمي حالي أنا بنتي مريضة. وأنا قلبي عليها، والله العظيم إني أعتبرها بحسبة بنتي. بس يا ربي أنا إيش ذنبي؟ أنا إيش ذنبي؟ الناس بتاكل وجهي، ايش بيقولون؟ بيقولون خذت رأي رفيجتها وهدها وراح؟ اسمعني، هذه آخر فرصة لك. يا أنا، يا هي، يا إحنا الثنتين نصير على ذمتك. سمعت أعيد خيرك، يا أنا يا أهي، أو ثنتين على ذمتك. أنا ترى لو يا ما كنا متواعدين شفنا بعض صدفة بالشاليه. ترى عادي لا تبرر، ما عاد يهمني، شفتها بالصدفة، وعدتها، تلاقيتها، خلاص أنا مشاعري جمدت، ما صرت أحس، تعديت هالمرحلة، ما يهمني. إذا أهي خيرتك أنا أو أهي أو ثنتين على ذمتك، أنا أقول لك يا أنا يا أهي، يميع لا، مستحيل أروح بيت هلي وأنت فكر براحتك. لا ما تروحين، ما تروحي ولا تتحركي من هني، أنا اللي بطلع وأنا اللي بروح. إذا رحتي أهلك راح يحسون أنا بروح أقعد بفندق أرتاح لي يومين على ما طيب وأصير أحسن عشان أزور ندوية، وهم بعد بالمرة أنت تهدين وترتاحين. قصدك تفكر وتختار؟ لا تضغطين علي، تعبان وايد. خرب الله بليسكم، سوالفكم ما تخلص. يبا اخو انستغرام فيديو انا ايش علي؟ ايش انستغرام هذا؟ انا ما عندي انستغرام ولا عارفه ولا احبه اصلا. يا معود اشو انه ما عندك انستغرام ولا سناب؟ احنا تلفزيون مو خالصين منك، وي يصير عندك انستغرام؟ هاي يمه جهزتي كل شيء حق السفر؟ جاهزين؟ اي جاهزين، بس ولدك الله يهداه كل يوم اقول له جهز الجنطه يقول لي اليوم باكر. ما عليك منه، تزوج قامت يدلع. لا تكفين مرت اخوي الله يخليك، بليز بليز لا يرد لنا كرشه شي لقدام. لا تكفى حمود الله يخليك، اكل ودراسه ونوم. لا 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 لا, لا حمود. لا لا انا قلت له بس نروح هناك ان شاء الله هو راح يسجل بالنادي لان جسمه شويه بليز. لا اتوقع انه قال لا، لان محمد اذا ما لخلق شيء ما راح يسوي اصلا، حتى لما كنا صغار تخترب البلاي ستيشن عنده اي بيتنا ياخذ البلاي ستيشن ويخربها ويردها، يخترب لابتوبه اي بيتنا ياخذ اللابتوب، مسكينه هذه يخلص بنزين سيارتها ياخذ سيارتها عشان يخلص بنزينها ويرد لها اياه. حبيبي محمد الحين خلاص كبر عاد، مو هذاك اول يوم كان صغير، ما عليك منهم يمه، ما عليك منهم، غيرانين منك اصلا، خلي يقولون اللي يقولونه، ما عليك منهم. يا بعد عمري انت عندي بالدنيا كلها، انت نظر عيني، انت روحي. يا بعد عمري يا يمه. وي وي ايش دعوه كل الدلع، واحنا شنو مالنا نصيب الحب؟ الله يا يمه، هذا وانا جعدتك ودلعتك كذي تسوين؟ خلاص الحين انا بيبي ونمشي، لا نمشي نمشي. ايش فيكم؟ ايش فيكم كلتوني؟ كلكم عيالي، كلكم احبكم، كلكم لكم نفس المحبه والمعزه، بس يعني تدرون اخوكم بيسافر يعني اكيد بشتاق له، بحاتي لازم ابين له حبي عشان ما ينساني بعد. زين هذول ايش محترين يمه؟ امه تحب ولدها، شو المشكله يعني؟ اكيد احبك، اموت عليك. محمد هلا يبا بخيلك شوي. ان شاء الله تحت امرك، تفضل ورخصتكم. تفضل تفضل، يلا ان شاء الله.
ايش رايك بجنتي؟ تهبل ما شاء الله. حبيبتي انا بصب لك شاي. في حد يبي؟ اي انا عندي شاي. تفضل يا وليدي. سم بسم الله. خلى معاك في غربتك كتاب الله. خلى في عيونك. خلى دليلك في غربتك. اغلى ما هديتني الغالي. مشكور وما قصرت. اوصيك على نفسك. واوصيك على بنت الناس، خاف الله فيها. دير بالك عليها ودير بالك على نفسك. ترى انا اطالع الله. وطالعك. انت وحيدي. تديرين بالك عليه وتحطينه بعيونك. ترى هذا وحيدي يا يمه، مالي غيره. ان شاء الله. حاضر من عيوني. في الغربة مالكم إلا بعض. واحدكم حط باله على الثاني. ترى الغربة ما هي سهلة. يبي لها طولة بال. طولي بالك علي يا يمه. ولا تكسرين بخاطره. المرة الصنعة تسمع كلام ريلها. ترى هو اللي بداريك وخاف عليك. هلا هلا فيه. ودائما خلوا كلام الله بين عيونكم. وخلوا كلام الله دوم بين عيونكم. الله الحافظ إن شاء الله. عسى أمرك طويل يا رب. ربي يحميكم إن شاء الله. أخذت أغراضك كلها؟ ما نسيت شيء؟ أخذت جامتك؟ معي. أخذت فرشاة ومعجون؟ زين بروتيناتك جهزت؟ أخذها معك لا تنساها. لا بابي لا بروتينات ولا خرابيط ولا بأي شيء. أبي أراب زين وأكل زين عشان أصير أحسن. تعاتيني؟ تحبيني؟ أنا آسف.